فتح القرآن في البيت وما يسمع، هو يفتح القرآن ويطلع من البيت مثلا، خلي مثلا الشريط شغال أو الراديو شغال وشباب جالسين في السيارة والقرآن شغال، وهذا يتكلم وهذا يضحك وهذا يمزح وهذا يرد على التلفون. فايش رأيك نقول لهم وإذا قرأ القرآن فاستمع له، ولا احترم القرآن أو عادي؟ وجزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيك، مجموعة من الشباب في سيارة أو في مكتب وكذا، والقرآن يتلى وهم يجلسون يتكلمون ويناقشون أمورهم ويتسامرون فيما بينهم، لا، هذا لا يجوز. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهنا إما أن ينصتوا للقرآن وإما أن يوقفوا التلاوة ويكمل حديثهم، ثم بعد ذلك يستأنف الاستماع للتلاوة والإنصات. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين على طاعتك، حفظت وصلني بر رب العالمين. تمت حل صوتيا في ليلتي الأحد لخمس بقينا من جمادى الأولى لعام 45 و44 من الهجرة عليه الصلاة والسلام.